كل عام وانتم بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة يا دكتور. احنا شهر رمضان هو طبعا موسم الفتاوى، لكن في نقطة، ازاي الناس تقدر تتعامل مع فكرة تضارب الفتاوى خلال الشهر الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فبداية كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام ونحن جميعا في سلم وسلام وأمن وأمان في ديننا وأوطاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم دعني أقول بأن رمضان واحد من الشهور التي ينبغي أن يقف لها المسلم إجلالا واحتراما وتقديرا، باعتباره ينظر إليه على أنه موسم الطاعات، وبالتالي فيما يتعلق بهذا الشهر سواء يتعلق بقضايا العبادات أو المعاملات، ينبغي أن يكون المسلم على يقين من الجهة أو من الشخص الذي يأخذ عنه هذه الفتوى أو الإجابة عن أي تساؤلات قد ترد عليه، خصوصا وأننا في الإسلام لدينا قاعدة معروفة ينبغي أن ننطلق منها، ألا وهي الرد في الأمور إلى المتخصصين في العلم، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والواقع أن قضية تضارب الفتاوى واحدة من القضايا التي ظهرت في الفترات الماضية، وهذا مردها إما لوجود بعض من ينتسب إلى العلم وهو لم يكن له الأدوات التي تؤهله للتصدي للفتوى، الأمر الآخر قد يكون ذلك مرده التجرؤ على شرع الله تبارك وتعالى. وفي تقديري أنه ينبغي أن نفرق بين المفتي وبين الداعي إلى الله تبارك وتعالى، فهناك مفتي وهناك داعي إلى الله تبارك وتعالى، وأمور الفتوى ينبغي أن تؤخذ من المتخصصين فيها، لأن المفتي هو بمثابة من يوقع عن الله تبارك وتعالى، وبالتالي يمكن للمشاهدين ويمكن للباحثين عن تساؤلات أو إجابات للتساؤلات عليهم الرجوع إلى من هم يشهد لهم الجميع بالرسوخ في العلم وتمكنهم من الفقه، مع الإحاطة بواقع المسلمين وقضاياهم ومشكلات المجتمع. خطتكم برضو اللي هو أبرز الأمور اللي بيتم مناقشتها مع الناس على المقاهي وفي النوادي؟ شوف، احنا عندنا يعني توجيه من فضيلة الإمام الأكبر ومتابعة دقيقة من فضيلة وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور الدويني بضرورة أن يكون الواعظ صورة نموذجية تحاكي الواقع بما ينبغي أن يكون عليه، وبالتالي يعني بدأنا إحياء مسألة المقاهي الثقافية. وعندما نقول مقاهي ثقافية، لأننا كمجمع بحوث إسلامية عندما يخرج الواعظ إلى المقهى لا ينظر إليه على أنه مكان لتناول بعض المشروبات وفقط، وإنما ينظر إليه على أنه يمكن تحويله إلى أن يكون منتدى ثقافي. وبالتالي هناك بعض القضايا التي تطرح، زي مثلا شرب المسكرات، زي قضية الإلحاد، زي قضايا التعامل مع الآخر، زي قضايا محبة الأوطان، زي بعض القضايا الجدلية التي تتعلق بتصحيح بعض المفاهيم، زي تهنئة المسلم لغير المسلم، زي مفهوم الولاء والبراء، منظومة القيم التي كادت أن تنهار يتم التركيز عليها، علاقة الإنسان بأهله، بجيرانه، بزويه، علاقة الإنسان بربه، استشعار المسؤولية، هذه الموضوعات وغيرها، عندما يصل الواعظ إلى مثل هذه المنتديات يكون لها تأثير طيب، خصوصا وأن من بين رواد هذه الأماكن قد لا يريدون مثلا المساجد أو دور العبادة أو مراكز الشباب، وبالتالي عندما يصل إليهم الواعظ في مكانهم فإن ذلك يفيد في أمرين: الأمر الأول الطرح للقضايا التي تئن
أو التي تظهر لهم وفق لغة سلسة بسيطة. الأمر الثاني هو مناقشتهم بلغة تتناسب وعقولهم وتأكيد على أن الواعظ ليس ذلكم الشخص الذي ينظر للناس على أنهم في واد وهو في واد آخر، وإنما هو قريب منهم وقريب من سنهم، يجالسهم، يحاكيهم، يستمع إليهم، يستفيد منهم. ليه؟ لأنه من الممكن في هذا الحوار الطويل يقف على مشكلة تحتاج إلى دور إيجابي يقوم به الأزهر الشريف من منطلق المسؤولية الدينية والوطنية، فتعرض هذه المشكلة ويتم إعداد يعني دورات أو ورش عمل أو قوافل على حسب مقتضيات المشكلة وطبيعتها. على الجانب الآخر في ده دور الوعاظ، على الجانب الآخر في دور الواعظات، وخاصة في محاولة حماية الأسر من التفكك، مع طبعا ظهور الدراسات اللي أثبتت أن نسب الطلاق عالية مش في مصر بس، كمان ده في الوطن العربي كله للأسف يعني. فالواعظات بيعملوا إيه بقى عشان يحموا الأسر من التفكك؟ شوف، الواعظات دعني أقول بأنها كانت تجربة ينظر إليها على أنها محفوفة بكثير من المخاطر، تجربة جديدة، نظام جديد لم يكن مألوفا. لكن عندما يعني ظهرت هذه التجربة وبتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر، أثبتت خلال السنوات التي خاضتها هذه التجربة بأن المجتمع يحتاج إليها، خصوصا إيه؟ وأن المرأة عندما تتحدث إلى المرأة تكون أقرب لها وتكون أخبر به، وبالتالي هو حديث المؤنس، بمعنى هي تتحدث باستفاضة، تكشف عما بداخلها، تعرض لكل ما يجوش بخاطرها أو ما يرد على خاطرها بأسلوب سهل بسيط يمكن مناقشته. وبالتالي الواعظات في هذا أبلوا بلاء حسنا، يعني لهم منصات إلكترونية عدة، وبالتنسيق مع المركز الإعلامي ومع الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني يقومون بعدة أمور، إما قوافل، ومؤخرا كانوا في الأقصر، وقبلها كانوا في أسوان، وقبلها كانوا في الغردقة، وقبلها كانوا في مطروح، وهذه قوافل نسائية. صحيح قد يشاركهم واعظ واثنين وثلاثة، لكن يخرج معهم من باب أن يكون هناك مشاركة، لكن الأصل هي قافلة نسائية. تجوب مراكز الشباب، دور الرعاية، المؤسسات الاجتماعية، المستشفيات، مراكز الصحة، وفي كل لقاء المدارس، الجامعات، وفي كل لقاء من هذه اللقاءات يستمعون إلى القضايا والمناقشة الكاشفة التي تشخص الداء وتصف الداء. واستطعنا من خلال الوسائل الحديثة إقامة مثلا عدة تطبيقات أو عدة منتديات، من بين هذه المنتديات الاستشارات الزوجية، وهذا منتدى يعقد كل شهر، وأنا شاركت معهم مرتين واستمعت إلى جملة من القضايا، لأنه هو تم مرتين فقط شاركت معهم. لكن قبل ذلك لهم ذرية صالحة، لهم قدوة، لهم رفقا بالقوارير، بناء الأسرة، دي كله من خلال المنصات الإلكترونية ومن خلال الوسائل الإعلامية الآن، سواء في عقيدتي، سواء في الجمهورية، سواء في صوت الأزهر، سواء في مجلة الأزهر. ولأهمية الدور الذي يقومن به تم تخصيص ركن لهن في مجلة الأزهر يتولى طرح قضايا الأسرة ومشكلتها وآلية علاجها وكيفية التغلب عليها.